تحت شعار من أجل تشريع يحقق الوروج المستنير إلى العدالة، شهدت العاصمة العلمية فاس تنظيم المؤتمر الثلاثي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وهذا المؤتمر يلامس شرطا أوليا لضمان التمتع الفعلي بكل الحقوق التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الولوج إلى العدالة. المغرب أقدم بمبادرة من جلالة الملك على إصلاح عميق وتاريخي لمنظومة العدالة، توج بالاستقلال المؤسسات للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد. وبالتالي في اليوم نحن بحاجة لاستكمال هذا الإصلاح عبر مباشرة ورش إصلاح مؤسسة الدفاع، سواء على المستوى التشريعي من خلال إعادة النظر في القانون المنظم للمهنة بشراكة وتعاون مع نقابة المحامين ومع جمعية هيئات المحامين، بما يضمن استقلالية مهنة المحاماة ويرفع من كفاءتها ويقوي حصانتها ويجعلها فاعلا أساسيا يدعم استقلال السلطة القضائية ويساهم يعني في تأكيد كل المبادئ والقيم المتعارف عليها دوليا في مجال المحاماة. خلال هذا اللقاء جرى التأكيد أنه اعتبارا لأهمية العدل ومنظومات العدالة، فقد خصت الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إصلاح هذه المنظومة مكان الصدارة في المشروع الحداثي الديمقراطي الذي تعرفه المملكة. نحن اعتبرنا هذا اللقاء مؤتمرا جديا وفي نفس الوقت عرسا مهنيا يجب أن تتمخض عنه مجموعة من التوصيات القابلة للتطبيق والتي سنعمل إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة على تتبع إخراجها إلى حيز التنفيذ. هذه التظاهرة عرفت مشاركة أزيد من 1200 مندوب ومؤتمر يمثلون هيئات المحامين بالمغرب، كما حضره عدد من رؤساء محاكم المملكة ووكلاء الملك لديها.